الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الخميس انخفضت درجات الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من السنة، وطبعاً أجواء ربيعية لطيفة نهاراً. أما الآن نتعرف درجات الحرارة في العاصمة عمان على فترة الإفطار 27 مئوية وأجواء غالباً صافية، نسبة الرطوبة 59% وسرعة الرياح 33 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل 27، ليلا 18 وأيضا أتربة مثارة، المفرق 29 نهارا 17 ليلا أتربة مثارة، جرش 28 نهارا 20 ليلا وأيضا أتربة مثارة، وعجلون 26 نهارا غيوم متفرقة و18 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. مع المناطق الوسطى والعاصمة عمان 27 نهارا 17 ليلا، الزرقاء 29 نهارا 19 ليلا وأتربة مثارة، والبلقاء 28 نهارا 18 ليلا، مادبة 29 نهارا 18 ليلا أجواء غائمة جزئية، والبحر الميت أجواء حارة 35 نهارا و26 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. المناطق الجنوبية والكرك 28 نهارا غيوم متفرقة 19 ليلا، الطفيلة 28 نهارا 19 ليلا، الشوبك 26 نهارا وأتربة مثارة 17 ليلا، معان 29 نهارا 18 ليلا، والعقبة 40 نهارا أجواء حارة جدا و29 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أخيرا مع المناطق الشرقية، الرويشد 24 نهارا 17 ليلا، الصفاوي 32 نهارا 16 ليلا، والأزرق 33 نهارا 18 ليلا وأتربة مثارة في المناطق الشرقية. متابعينا ما تنسوا تتابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب لهذا اليوم. إلى اللقاء.